أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول لأسرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعماقهم أغلالا فهي أتكان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من تبع ذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن الموتى نكتب ما قدم وسنه وكل شيء سيناه في إمام مبين واضرب لهم أساس خبر قد جاء المرسلون إذ أرسل إليهم اثنين فكذبوا فبثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلهم هذا الرحمن إن أنتم لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما لنا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنهجوا عنكم ولمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أسفل رسول خلقكم اتبعوا المرسلين اتبعوا من أسفلك بجواه مختلف وما لي العبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة الرحمن بدر يأتوني عني شبه شيء ولا ينقذون إني ظل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قالت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا قومه من بعده من جل من السماء وما كنا منزلين إن كاد لا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسن بربته من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما لكم نركل أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآتوا له الأرض المدح وخرجنا من حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل ونبي فجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض أنفسهم ومما لا يعلمون وآتوا له الليل وسمنا رافضهم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ولكمر قدر مزرع حتى ذلك الجن القديم للشمس ينبغي لها درك الكمر ولليل سابق النهر وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا لهم حمل ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل يركبون وإن نشأ نورهم فلا يسلمون ينكضون إلا رحمة منا واتى إلى حين وإذا كلمتكم بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما أتاتهم من آية ربهم كأنهم موردين وإذا قيل أنفقوا ما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا ونطعموا لا شاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون أتى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساحة واحدة تأخذهم حسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق بالسور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ولنا بطل مركدنا هذا ما وعد الرحمن وساق المرسلون
إن كانت إلا سياحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظهرون السجن وتوزعون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هو أزواج في ظلال الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم يدعون سلام قولا من رب الرحيم امتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخنا على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمنا شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم عمل تدين أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوا ومنها يأكلون ولهم فيها منافع وشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولنا على ما يسرون وما يعلنون أولم ينسوا أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا مسيح خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم كل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو في كل خلق عليم الذي جعل لكم نشأة نحضر فإذا أنتم منه توكدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعدوان إلى الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا فينا لحق ولا طريق مستقيم ببركة الياس مبين وبحرمة مرسلته ورحمة العالمين وعفونا يا كريم وعفونا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا فضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم بلغ وأسلف ما قرأناه ونور ما تنبض له هدية واصلة لرسل وحول صلى الله تعالى عليه وسلم والأرواح عليه وأولاده وأزواجه وأصحابه وجمع ذراته ربنا عليه وليه أجمعين والأرواح من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
الرحيم.